نروح لتنس الطاولة في إنجاز تاريخي، إنجاز تاريخي كبير. فريق السيدات لأول مرة في التاريخ يفوز بذهب أو ذهبية البحر الأبيض المتوسط. مين اللي بيمثلنا في فريق السيدات؟ هنا جودة، دينا مشرف. خلينا نقول الأول دينا مشرف، مريم الهضيبي، وهنا جودة بالسن، الثلاث لاعبات يعني أقول إيه، ولاد النادي الأهلي، يعني بنات النادي الأهلي. هم الثلاثة بنات النادي الأهلي قدروا طبعا دي صورة هنا جودة، قدروا يحققوا الذهب. ألف مليون مبروك. الميدالية الذهب جت عن طريق منتخب السيدات، واللي قدر يفوز منتخب إيطاليا في النهائي 3-2. المنتخب كان مكون من الثلاثي زي ما قلت لحضراتكم، دينا مشرف، مريم الهضيبي، هنا جودة، وكان معاهم كابتن عادل شومان، شفنا صورته من شوية أقصى اليمين كمدير فني. ولو رحنا الميدالية الفضية فكانت من نصيب عمر عصر لاعبنا الأولمبي، واللي فاز بيها بعد خسارة في النهائي بعد مباراة ماراثونية وكبيرة قدمها عمر عصر لاعبنا الكبير، وفاز فاز بنتيجه 4-2 لياخذ الميداليه الفضيه. الف مليون مبروك ابناء او بنات النادي الاهلي، عمر عصر، دينا الشربيني، دينا مشرف، انا اسف، مريم الهضيبي، هنا جوده، الاربع ابناء النادي الاهلي يعني اخذوا ميدالياتهم ورجعوا بيها لمصر. اذا النادي الاهلي ما زال بيقدم ابطال كبيره وابطال من ذهب لمنتخبات مصر وكوادر عديده لمنتخبات مصر يطلع يعني بيخرجوا من النادي الاهلي.